اليوم قلنا بنتمشى وبنتجول في أهم المواقع اللي يزوروها كل ناس لا يولي ولاية صور العفية، الموقع اللي تصنع فيه السفن التقليدية، مصنع يمعة وتحسون. من هني صنعت مئات السفن التقليدية، من هني في سفينة وسفن وصلت إلينا الصين، إلى العالم العربي، إلى دول الخليج. من هنا تصنع السفن العمانية وتنطلق إلى بحار العالم. علي بن جمع العريمي، طمنا عن صحة الوالد. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيه الصحة والعافية. متى تأسس هذا المصنع؟ هذا المصنع هو إذا تبغى يعني تاريخه، تاريخ صناعة السفن في عائلة الحسون. نعم، هذا يمكن يرجع ل 1730. الله أكبر، يعني أبا عن جد. وبهذا المكان؟ هذا المكان. الله أكبر. ومستمر؟ مستمر. وحاليا تصنعون ما شاء الله هذه السفينة العملاقة، هذه لغرض التجارة طبعا والسياحة. هذه سياحية. سياحية. سياحية، يعني المخطط مالها نفس السفن القديمة الشراعي اللي كانت تسافر تطلع مني من عمان، تروح أفريقيا، تروح دول الخليج، ما شاء الله. الهند. وتستخدمون فيها الخشب، ايش نوع الخشب؟ نوع الساج. الساج. أيوة. وذلك ما شاء الله كل الأخشاب هناك من هنا جاية. هذه الأخشاب الساج اللي برا، شوف الألواح. نعم. داخل في أخشاب حن مثل هذه. هذه هنا استخدموه، قلت لي؟ هذا الشلمان. الشلمان ضلوع داخل السفينة من داخل. أها. ضلوع كلها شلمان من عمان. من عمان. أيوة. يا الله. أيوة. من أجود وأقوى الأخشاب. ومن عمان. من عمان. أول قبل نصور السفن اللي صنعونا، خبروني كيف تقطعوهن؟ كيف تقطعوا الأخشاب هذيلا؟ كله باليد. كله باليد. كله باليد. أيوة. وحاليا عندكم مكاين؟ الحين في مكان، وبعد إن اليد تستغرب. هني عاد المنجرة. هني شغل تقطيع الخشب، وأذي المكينة العود اللي قلت لي. ها؟ هذه المكينة. هذا المكينة ما شاء الله. هذه أتي منك وتقطع هذا الخشب. نمشي. شوف ما شاء الله. نمشي الحين ما شاء الله مصنع. كأن قطار سكة حديد. زين؟ شوفوا ما شاء الله، شوفوا أحجام الأخشاب اللي فيه. ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يعني يجي الخشب. هذه صغيرة. هذه صغيرة بعدها. ها؟ أيوة. هذه صغيرة. وعن طريق المكينة ذي تقطعون الخشب هذي كله. أيوة. على حسب اللي تبغوا، مثل كذي يعني. أيوة. مثل المقاس تبغى على حسب المقاسات. أيوة. وتودوه إلى هنا المكان التركيب. أيوة. وهذه منجرة صغيرة هني ما شاء الله، ويركبوا ما شاء الله. شوفوا مراحل صناعة السفينة ما شاء الله، وكأنك قاعد تبني فيلا بناء، يعني السفينة أنك تبني هذه السفينة. شوف الحداية، ويركبوا ويبنوا الهيكل. وهني مكان طبعا اللي حاطين هذه العريش بحيث أن يسوون شغلهم هني وامورهم. وأذي الله على ذي السفينة، الله على ذي السفينة الجميلة. هذه بتروحين هني عمان ولا برا عمان؟ هذه في عمان. هو هذا سفينة سياحية ذي. من صعد فوق؟ من هنا صعد فوق. خلاص بسم الله. مبارك. روحنا فوق، روحنا. ما شاء الله، شوفوا دقة العمل، شوفوا جمال السفن اللي تصنع في عمان. الله عليكم، الله يحفظكم. الحين بنصعد من الدرج فوق، بندخل في السفينة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه السفينة الآن واصلة في مراحلها الأخيرة من التصنيع. وهني تحت راح تكون غرف داخل. ما شاء الله، لا إله إلا الله. شوفوا السفينة، وهناك في درج. ها؟ وكل حاجة منسقة ومنظمة ومرتبة. شوف الصناعة ودقة الصناعة العمانية، صناعة السفن العمانية. وهني هي يوديك، شوفوا درج يوديك على الغرف اللي تحت. ما شاء الله، لا إله إلا الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شغالين الشعب، شغالين. شوفوا ما شاء الله عليهم. الحين بنروح للدور اللي فوق. شوفوا 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 ما شاء الله على ظهر السفينة. ما شاء الله، هذه هي ولاية صور العفية. من هنا تصنع كل هذول السفن، من هني، من هذا المصنع، من ولاية صور، من عمان الحبيبة، تصنع مئات السفن وتبحر العالم.
شوفوا شوفوا هذا المكان، وهذيك السفينة أيضا الآن قاعد يجهزوها أيضا، وتقريبا النص وصلوا لمرحلة النص وبيكملوا ما شاء الله عليكم. هذه السفينة كم باقي لها؟ كم شهر؟ يعني شهر شهر ونص إن شاء الله وتخلص وعلى البحر على طول. ها الله أكبر تشريف. أنا موجود في واحد من أهم مصانع السفن على مستوى الوطن العربي، اللي أدعو كل من يأتي لولاية صور أن يزور هذيل المصنع، مصنع يمعة ود حسون. تشاهدون حاليا احنا فوق سفينة سياحية، وهناك ايضا سفينة اخرى يسموها سفينة الغنجة، ايضا راح تكون سفينة سياحية. بكل فخر من هذيل المصنع، سفن كثيرة راحت للخليج، سفن وصلت ايضا للصين. هذيل المصنع اللي صار له من مئات السنين وهو موجود في العفية ولاية صور. بكل فخر في عمان يوجد مصنع مميز يشهد له الجميع لصناعة السفن التقليدية. مسابقتنا لكم لهالاسبوع هذيل المصنع، مصنع السفن التقليدية، نحن فيه في اي ولاية يقع. ودانتلو دخيش بني ودانتلو قادشي عشي دانتلو والزنبل خلق دانتلو كان الله بغى دانتلو عدوية متري دانتلو وفي نهاية زيارتكم للمصنع بإمكانكم أتيوا وتشتروا السفن اللي تبونها تاخذونها كذكرى عندكم. شوفوا الجميل أنك تزور المصنع وفي نفس الوقت بإمكانك تشتري أي قطعة هني أنت خاطرك فيها. عندكم الأبواب، النوافذ، السفن الصغيرة الكبيرة، يا سلام يا سلام. حتى الطاولات، شوفوا طاولات لمالة المصاحف، كل حاجة يصنعون هني مباخر. إنزين السفن بأنواعها بإمكانكم أيضا تشترونها من هذه المجال. أي لو هذه السفينة مصنوعة بهذه المصنع، موجودة حاليا في ودام الساحل. شوفوا هذه السفينة الجميلة صنعت في مصنع ود حسون.